السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيراكم دايرين خوتي؟ لاباس؟ بخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما العادة اشتركوا في القناة، سكرايب يعني ابوني، وتقول جرس باش يوصلكم دائما ان شاء الله الجديد. شوفوا هالنار كما كتشوفوا معايا هنايا، كاين السماد الحيواني ما يسمى بالغبار ديال الغلم. غادي نديروه هاد البوتية هذه باش نستخرجوا منه النقعة ديالو ما يسمى بالعصير. هذا نقدروا دائما وابدا نستخدموه، على حسب كل شهرين هكك نقدروا نستخدموه باش نسقيو به. الى درنا هذه الطريقه هذه نستخرجوا العصير ديالو، نقدروا نستخدموه كل شهرين، كل شهرين نستخدموه. تقدر ديروه في البسان ولا في الصاريج، شوف الشكاير اللي غادي تحتاجها ويكون ديال التوب، الشكاره اللي دير فيها الغبار ديال التوب باش النقعه ولا العصير ديال الغبار يخرج. كما كتشوفوا معايا هنايا هذا هو، غادي نديروه ونستخرجوا منه العصير. دابا خصنا نعقدوه مزيان، مثلا الا كان عندنا قوداقود ما خصوش الوسخ يتسرب للقوداقود باش ما يتبوشاش. هذا هو الطريقه. هذا كي قلنا نقدروا نستخدموه كل شهرين وكيفيد الخروب 100%، ولكن نستخدموه هكا. اما اللي بغى يستخدم الغبار وما عندوش الماء باش يسقي، من الاحسن ما يعطيش الغبار. اللي عنده الماء منتظم يقدر يدير عصير بحال هذا، يطلقوا مع قوداقود، ولا يدير الغبار مباشر غادي يسقي لان عنده الماء. كما كتشوفوا معايا غادي ندخلوها هنا تدريجيا باش تدخل لداخل تطلق العصير، لان هاد البوتية هذه صغيرة. الا بغينا نستخدمو البوتية ديال 200 يترو، ولا كي كنقولو في الساريج، هنا كتكون الفرصة كبيرة. كما هنا نخليوه يخمر كما كتشوفوا. غادي نشوفوا هاد البيوضيه هذه غادي تطلق يعني باللون اللي هو قهوي. وهذا الشيء انا دابا كندير غير فيديو ونوري لكم كيفاش، ولكن الا بغينا نستخدموه على الاقل نخليوه واحد الربع ايام ولا خمس ايام يطلق مزيان العصير ديالو كله يخرج. هذا هو، انا غادي نزيد الماء لان الغبار غادي يشرب ذاك الماء هذاك. كما تشوفوا كان انساليو هنا غادي نعطيه لهاد الشجره ديريكت.
او اللون ديالها كيتغير. يعني احنا غادي نديرو بعد دقائق غير باش نوريو الطريقة اللي خصنا نديروها باش نستخرجوا منه العصير. كي قلت 3 ايام 4 ايام 5 ايام 6 ايام ما كاين باس، خليه يختر مليح. دابا هنا اعطى الكولور ديالو جيد، هاي في مزومة ما هي هي الزين. هنا قلنا ولا كله قهوي، النقعة ديالو راح تخرج. وكتشوفوا هنا كيتغير الكولور ديالو يعني. هاد الطريقة هادي كي قلنا إلا استخرجنا منو النقعة ديالو وعطيناها الأشجار ما يصرى لها والو، لأن بيسمى بالغبار الأصلي هو اللي كيطلق الحرارة. أما إلا استخرجنا منو العصير ذيك الحرارة ما تبقاش. فهمنا؟ يعني راني كنستخدمو هكا باش يطلق العصير ديالو مزيان، باش على حساب الكاميرا يبان. اما كي قلنا باش تستخدموه نتوما ديروه في بوتية كبيرة ديال 200 لتر ولا الباسان ولا سارج، عطيو له الوقت يطلق العصير مزيان، كلشي استخرجو وثما طلق مع الماء وخلي الجري يتبرع مع الراس. انا غادي واحد الشويه غادي نطلقوا لهاد الشجره هذه، غادي تشوفوا كيفاش الكولور ديالو اللي غادي يخرج. غادي نديرو شي حجره هنا باش نكبو عليها باش الماء ما يحفرش الارضيه، وغادي نمشيو. شتو الكولور؟ هاد النقعه هادي عليها كنقلبو. ايوا دابا نستخرجو يعني الكيس من بعد، غادي نقلبو هنا باش الماء يتسرب مزيان على خاطرو، ومن بعد نستخرجو. هذه هي الطريقة اللي خصنا نديروها. هنا عطينا لها الماء فيه العصير يكفي. هذه هي الطريقة اللي خصكم ديروها، وتقدروا ديروها كل شهرين. هذه هي الطريقة. نتمنى لكم الخير ومع السلامة.